الجمهورية تاع الدرك الوطني. التوقيفات بالنسبة للمجموعة تاع الدرك داخل حي البردعي منطقة الحضارة. في إطار تأمين موسم الاستياف قامت مصالح أمن ولاية شلف بمعية مصالح الدرك الوطني بشلف بعملية شرطة واسعة النطاق مست العديد من النقاط المشبوهة وبعض الأماكن التي يرتادها الأشخاص المنحرفون والمشتبه فيهم والتي أسفرت عن توقيف بعض المشتبه فيهم المبحوث عنهم من طرف الجهات القضائية وكذا ضبط ممنوعات متمثلة في مشروبات كحولية وأقراص مهلوسة تم تحويلهم إلى المصالح واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم. Thank you.